السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 3 من درس الجداء السلمي في الفضاء وتطبيقاته. إذا ليكون او اس جي ك معلم متعامد ممنظم، نعتبر النقط او بي و سي، احسب ا بي و ا سي و بي سي. إذا كقاعدة لحساب المسافة بين نقطتين نطبق القاعدة التالية، إذا ا بي تساوي ماذا؟ تساوي الجذر مربع اكس بي وفصول بي ناقص وفصول ا، اكس بي ناقص اكس ا الكل مربع، زائد الارتوب ديال بي، اكس بي ناقص الارتوب ديال ا الكل اس 2، زائد الانسوب ديال بي زد بي ناقص الانسوب ديال ا الكل اس 2، شي كامل مربع. اذا نبدا بالحاله الاولى، حساب ا بي. اذا ا بي تساوي الجذر، اذا ديالاش الافصول ديال ا او الافصول ديال بي بحال بحال، اذا الافصول ديال بي ناقص الافصول ديال ا، يعني ناقص واحد ناقص واحد الكل اس 2، زائد الأرتوب ديال بي واحد ناقص الأرتوب ديال أ ناقص واحد الكل أس 2، زائد الأنسوب ديال بي اللي هو ناقص واحد ناقص الأنسوب ديال أ اللي هو واحد الكل أس 2. إذن الجذر ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص 2 الكل أس 2، زائد واحد ناقص واحد هي صفر، ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص واحد أو ناقص اثنان الكل أس 2. إذن بشكل عام ناقص واحد العدد أ الكل أس أن، بحيث أن عدد زوجي، فكتساوي لنا أ أس أن، أن عدد زوجي. إذا هنا ناقص اثنان أس 2 هي اثنان أس 2، إذن 2 أس 2 0 أس 2 راهي 0، زائد 2 أس 2، إذن 2 أس 2 هي 4، زائد 4 تساوي جذر 8. يمكن لي نبسط جذر 8، لأن 8 هي 4 في 2، إذن هي 2 جذر 2. حساب AC بنفس الطريقة، لدينا AC تساوي جذر، إذن الأفصول ديال C اللي هو واحد ناقص الأفصول ديال A اللي هو واحد أس 2، زائد الأرتوب ديال C اللي هو صفر ناقص الأرتوب ديال A اللي هو واحد الكل أس 2، زائد الأنسوب ديال C اللي هو 2 ناقص الأنسوب ديال أ اللي هو واحد أس 2. إذن واحد ناقص واحد راهي صفر، يعني هذا عطينا صفر، صفر ناقص واحد هي ناقص واحد أس 2، 2 ناقص واحد هي واحد أس 2. إذن ناقص واحد أس 2 الأس عدد زوجي، إذن هي واحد أس 2، واحد أس 2 راهي واحد، إذن واحد زائد واحد تساوي جذر 2. حساب بي سي، للإشارة هنا بي سي يمكن لي نحسب المسافة بحساب أو بحساب إحداثيات المتجهة بي سي. إذا نحدو الإحداثيات المتجهة بي سي ومن بعد نحسبو المسافة، هذه طريقة أخرى. إذا كنحسبو الإحداثيات المتجهة بي سي كقاعدة، الإحداثيات المتجهة بي سي هي إكس سي ناقص اكس بي، دائما كنديرو الاحداثيات ديال النقطه اللي كاينه في الطرف المتجهه ناقص الاحداثيات ديال النقطه اللي كاينه في اصل المتجهه، ايغريك سي ناقص ايغريك بي و زد سي ناقص زد بي. اذا نديرو التعويض، اكس سي هي واحد ناقص ناقص
إذا ناقص ناقص واحد، إكريك سي هي صفر، ناقص واحد، إكريك زد سي هي اثنان، ناقص ناقص واحد. إذا واحد ناقص ناقص هترجع زائد، واحد زائد واحد هي اثنان، صفر ناقص واحد هي واحد، اثنان ناقص ناقص هترجع اثنان زائد واحد هي ثلاثة. الآن حددنا الإحداثية المتجهة بي سي، إذا المسافة بي سي تساوي ماذا؟ تساوي اثنان أس اثنان زائد ناقص واحد أس اثنان. إذا كنديرو الإحداثيات مربع إحداثيات المتجهة بي سي الكل جذر مربع، إذا ناقص واحد أس اثنان زائد ثلاثة أس اثنان، إذا تساوي ماذا؟ اثنان أس اثنان هي أربعة، واحد أس اثنان هي واحد، تسعة أس اثنان هي ثلاثة أس اثنان هي تسعة. إذا المجموع يعطينا 14، إذا المسافة بي سي تساوي 14.